بهذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله لا شهر. أن أذنتوا لي وائل وعبد المجيد، تفضل لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أول شيء أنت جبت لي جزاك الله خير الهدايا، فنبيك تسأل وتوزعها أنت. وهذه أي نعم، وعبد المجيد عاد بعلمها، بس أسأل أنت الآن سؤالين. الذي كان مع الإمام أحمد، لا اللي مات معه، يحيى لا محمد بن من قال محمد بن هذا الأخ ما رفيقك شو اسمه محمد المسعود تفضل يا شيخ محمد. الله يسلمك يا شيخ. الله سلمت عليك. استاهل الله يكرمك. مرحبا مرحبا، جزاك الله خير على الصلاة. الله يطول عمرك ويبارك فيك ويسلمك. الله يبارك فيك طول عمرك. اسال سؤالك الثاني يا شيخ خاير. السؤال الثاني، كم الإمام أحمد بن حنبل في السجن، كم حكم، كم حاكم مر عليه؟ اثنين. عمر ملحم قال اثنين في القصة، لنهاية القصة قبل ما تنتهي. عمر ملحم رد أول. تفضل يا شيخ عمر. المأمون والمأسوس. نبه. الجعد بن درهم هو اللي ضحى براسه ولا اللي؟ اللي قال ضحى وتقبل الله ضحيكم. جماعة بس الظاهر انك بعد. لا انا داري بس يستاهل. الله يحفظك. يستاهل والله يستاهل. هذا كتاب هو من تاليف الوالد الله يغفر له، من اقوال الصحابة، وطبعا طبع بنيته على الوالد، وانا جايبه اليوم بنيته عن والد عبد المجيد. الله يجزاك. لان الاسبوع الماضي وقفت انا وياه برا المسجد مع اخونا الاخ عبد الله، وكان يشرح لنا وفاة والده واحسن الله عزاه، ويظهر لنا يعني قلبنا مواجعة شايف. عسى الله يغفر لوالدك. الله يجزاك خير. وانا يعلم الله برمي والدي وبرمي والدك ايضا، ويمكنني كنت سبب الاسبوع الماضي في بعض. لا بالعكس الله يجزاك خير. جزاكم الله خير. لكن عاد ودي اوزعها عليكم. تفضل. اول شيء ودي انت توزعها عليهم. الله يكتب اجرك. على اساس ينال الاجر الاخوان ودعواتكم. طبعا هو كتاب الحقيقه متواضع. لا بالعكس الله كتبه الوالد قبل موته، فطبعناه طباعه سريعه بس. عسى الله يجعل صدقه جاريه عن الاموات والاحياء. الله يسعدك اضعاف ما سعدت. امين. الله يجزاك الله خير. لا تنسونا من الدعاء. جزاك الله خير يا اخي. الجميع حتى للدكتور اخوان اخوان والدينا والدينا جميعا. امين يا رب العالمين. الله يجزاكم خير. تسلم. لا 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 لا